خطوة جديدة لدعم حركة التعاون الصيني المصري، حيث أنه يجرى حاليا العمل على إنشاء فصل كونفوشيوس بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي لفرع محافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع لجنة التعليم ببكين التي زارت الأقصر والتقت قيادات الجامعة. الهدف الرئيسي هو إنشاء فصول خاصة بتعلم اللغة الصينية، ودي إن شاء الله احنا قريبا سيتم افتتاحها، لأنه من ناحية المبدأ فيه موافقة مبدئية. نحن نحاول بقدر الإمكان يبقى فيه إقبال كبير على هذا المعهد، ده اللي بينشر اللغة، ومن خلال نشر اللغة بيبقى فيه التبادل الثقافات والحوار اللي بيتم، وإحنا اتكلمنا معهم الحقيقة بحيث ما يبقاش بس تعلم اللغة، لكن كمان يبقى فيه نشاط طلابي، يبقى فيه نشاط بحثي بيتم. أعتقد العلاقة هتقوى من خلال هذا المعهد اللي هنبدأ به في الفترة الحالية. اللقاء الصيني المصري بالأقصر تضمن حوارا مفتوحا بين الوفد الصيني وعمداء كليات الجامعة بالأقصر، تناول أوجه التعاون المختلفة، فيما أكد الجانب الصيني على أهمية إنشاء فصل كونفوشيوس في نشر الثقافة واللغة الصينية بالأقصر، مشيدين بالتعاون بين جامعات الصين وجامعة جنوب الوادي فرع الأقصر عبر تبادل الوفود من المعلمين والمبعوثين من البلدين لتدريس اللغة الصينية للمصريين. من خلال اتفاق زعماء الدولتين على تعميق الصداقة بينهما، اتفقت الصين ومصر على إنشاء معهد كونفوشيوس بالأقصر، والهدف منه هو توسيع مجالات التعاون بين مدينة الأقصر والصين من خلال جامعة العاصمة وجامعة جنوب الوادي بالأقصر. الوفد الصيني زار كلية الألسن بجامعة جنوب الوادي فرع الأقصر، حيث استقبلهم طلاب قسم اللغة الصينية بأداء مجموعة من الأغاني الصينية. فصل كونفوشيوس بكلية الألسن بالأقصر المزمع إنشاؤه سيكون واحدا من مئات فصول ومعاهد كونفوشيوس المنتشرة على مستوى العالم، التي تزيد على 500 معهد، ويتم إنشاؤها عادة في الجامعات التي يدرس طلابها اللغة الصينية. مستجاب عبد الله، سجيتين العربية، الأقصر.